كتاب ريماس ذا طابع اجتماعي، رواية ذا طابع اجتماعي، يتكلم عن مشاكل المراهقين، يتكلم عن الصعوبات اللي يواجهونهم. ريماس هي الشخصية الأساسية أو الشخصية الرئيسية اللي في القصة، اللي تسعى دائماً للوصول إلى أهدافها عن طريق الأمل. فريماس عندها استراتيجية معينة، اللي هي الأمل شيء جيد والأشياء الجيدة لا تموت. فريماس تستمر على هالاستراتيجية للوصول إلى هدفها، ودائماً ما تضع هدفها بين النجوم، حتى إن لم تصل إلى هدفها قد تصل إلى القمر. ريماس هي ليست شخصية واحدة، ريماس أخذت كل صفة من كذا شخص. ريماس أخذت صفة من الكاتبة غاية، أخذت صفة من صديقاتي، أخذت صفة من الأم. فريماس شخصية إماراتية، ولكن من حول الكاتبة غاية ريماس تتصف بهم نوعا ما. يقولون أن المولود الأول اللي هو الكتاب الأول هو المولود الأول للكاتب. فبإذن الله هذا أول إصدار لي، والقادم أجمل.